السائل قبل كل شيء يقول: ما أصل كلمة الصلاة؟ على القول الراجح أن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، فإن لذلك شواهد من هذه الشواهد أن الشاعر العربي يقول: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. فإن قوله عليك مثل الذي صليت، عليك مثل الذي دعوت. فالعرب كانت تسمي الدعاء صلاة، وكذلك قول الآخر يردد، أظن يقول يردد صلاة المليك فطورا دعاء، فطورا جؤارا وطورا دعاء، أي يردد دعاء المليك، يدعو المليك. وبعض المفسرين قالوا بأن السلام مأخوذة من الصلوين، لأن الصلوين يتحركان عندما يركع الإنسان وعندما يسجد، أي هذه الحركات تؤدي إلى تحرك صلويه، والصلوان هما أرقان يكتنفان الوركين ويلتقيان عند عجم الذنب، ولذلك سمي الأول من الخيل الذي يسبق في الحلبة، الحصان الذي يسبق في الحلبة سمي المصلي، سمي المجلي، والثاني سمي المصلي لأنه يأتي ورأسه عند صلوي الآخر، عند ملتقى الصلوين. وقيل بأن الصلاة سميت صلاة لأنها هي الركن الثاني، فكما أن الثانية من الخيل المتسابقة يسمى المصلي، كذلك هذه الصلاة سميت كذلك بسبب أنها ثانية من بعد التوحيد، من بعد العقيدة، عقيدة التوحيد التي تتمثل في جملته. لكن الأول هو الصحيح للشواهد التي ذكرناها. ثم إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يأمر بالدعاء لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وسلموا تسليما. فالصلاة المطلوبة هنا هي الدعاء ولا ريب. وما كان معروفا من العرب أولى أن نعول عليه في رد الكلمات الشرعية إلى أصولها اللغوية من الاستظهارات التي ذكرها بعض المفسرين كالذي ذكرناه. هذه أسئلة بين يدي سؤالين لا يتعلقان بالدرس تعلقا مباشرا، فلذلك، ولكن مع ذلك لا بأس من الإجابة عليهما. السائل يقول: ما الفرق بين قولنا إن الله في كل مكان وبين قول القائلين بوحدة الوجود؟
لا يعني قولنا إن الله في كل مكان بأنه سبحانه وتعالى حال في الأمكنة، فهو تعالى كان قبل خلق المكان والزمان، وهو الآن على ما عليه كان، لا يدرك بعين ولا يطلب بعين سبحانه وتعالى، وبدع الوجود بأسره، وقد كان قبل وجود هذا الوجود، ولم يتأثر وجوده بحدوث هذا الوجود الآخر، بل هو على ما هو عليه سبحانه وتعالى، إذ لا تأثير لمخلوقاته عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما القائلون بوحدة الوجود فهم يقولون بأن وجود الله يتمثل في وجود هذه الكائنات، فالوجود واحد، لا فرق بين وجود الله ووجود الكائنات، وهذا كلام فيه خطورة بالغة، لأنهم جعلوا غير الله هو الله، حتى أنه روي عن بعضهم، إن صح هذا الذي ينقل عنهم، أنه كان يقول: ما في هذه الجبة غير الله، يعني أنه هو الله، تعالى الله عن ذلك. وروي عن آخر بأنه كان يقول: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، تعالى الله عما يقولون. وجاء بيتان لأحدهم في كتاب له يقول فيهما تعالى الله عما يقول: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري أين المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب فأنا يكلف. هذا كلام في منتهى الخطورة، كلام لا يقر العقيدة العقيدة الصحيحة لا تقبل ذلك أبدا. سؤال آخر: كيف نجمع بين قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقوله تعالى: قل كل من عند الله؟ نعم، لا فرق بين قوله قل كل من عند الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي هيأ الأسباب، ولكن يصيب الإنسان ما يصيبه من حسنة بتوفيق الله عز وجل، وأما ما يصيبه من سيئة فبسبب أنه يخلي بينه وبين نفسه ولا يوفقه، ولكن بما أن الله تعالى هيأ الأسباب وهو الذي قدر المقادير، فإن كل ذلك من عند الله عز وجل. سائل يقول: ما حقيقة الخشوع في الصلاة، وكيف يمكن أن يصل إليه المسلم، وهل هو خاص بخشوع الجوارح أم إقبال القلب؟ ذكرت في أثناء الدرس بأن الأعمال الظاهرة من الصلاة إنما هي مجرد جسم لهذه الصلاة، لا تعلو أن تكون جسما لها، وإنما الأبرة بالباطن، الأبرة بخشوع القلب، العبرة بتوجه النفس إلى الله سبحانه وتعالى. وما فائدة السكون الظاهر؟ هذا نفاق، إن سكن الإنسان ظاهره مع أنه في الباطن ليس خاشعا لله عز وجل، فلا بد من خشوع الباطن، وخشوع الباطن هو الذي يؤدي إلى خضوع الظاهر. السائل يقول: نعلم جميعا أن الخشوع في الصلاة عمل، ولكن مع ذلك قد يبتلى البعض بشرور الذهن في الصلاة، فماذا عليه مع مدافعته لذلك في غير جدوى؟ عليه أن يحرص بأن يكون كل ما يقوله أسبق معناه إلى ذهنه من لفظه إلى لسانه، إن تمكن من ذلك تمكن من الخشوع في الصلاة، وقدر على ذلك واستطاع أن
يقيد ذهنه في صلاته، وهذا أمر يدعو إلى مكافحة وإلى جهاد. فعلى الإنسان أن يكون يقظاً وأن يكون كثير المجاهدة لنفسه وأن يكون كثير المقاومة للشيطان. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. السائل يقول: ذكرتم بعض الأحاديث عن خير البرية صلوات الله وسلامه عليه في تارك الصلاة، من قوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فما هو مدلول الكفر في هذه الأحاديث؟ وذلك أني وجدت حديثا في كتاب رياض الصالحين يقول: ليس من العبد والشرك إلا ترك الصلاة. الجواب: هذا الكفر إما أن يكون ناشئاً عن مجرد الترك، وإما أن يكون ناشئاً عن استحلال الترك. فإن تركها مستحلاً فهو كافر كفر شرك وخارج من ملة الإسلام، لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يرثه المسلم ولا يرث المسلم، ليس بينه وبين الإسلام الصلاة. إن ترك الصلاة استحلال لتركها بحيث يرى عدم وجوبها، لأن في ذلك ردا لحكم الله. أما إن تركها وهو معتقد وجوبها ولكن مجرد انتهاك، فإن مكانته في الكفر والعياذ بالله مكانة سحيقة، ولكن مع ذلك لا يصل الأمر إلى أن يعتبر خارجا من ملة الإسلام، وإنما يعد من كفار النعمة. هذا الكفر هو كفر النعمة، فلا يحرم من التوارث مع المسلمين ولا تحرم عليه زوجه، وإن كان لا ينبغي لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبقى مع رجل لا يقيم الصلاة، إذ لا قيمة له لمثل هذا الرجل في الإسلام. وإن صح ما روي من أن من ترك الصلاة ليس بينه وبين الإنسان وبين الشرك إلا ترك الصلاة، فذلك يعني أن ترك الصلاة يؤدب الإنسان إلى الاستخفاف والاستهانة بأمر الله، حتى يصل الأمر والعياذ بالله إلى ما يطمس عقيدة الإسلام ويكون في عداد المشركين. سؤالان تواردا على شيء واحد: سؤال عن كيفية صلاة الكسوف، كسوف الشمس، بناء على ما قيل من أن الشمس تكسف غدا، هل تحتاج إلى خطبة أم لا، وهل تحتاج إلى خطبة أم لا؟ الجواب: قبل كل شيء، كيفية صلاة الكسوف تختلف عن كيفية بقية الصلوات، ذلك
لأن الإنسان عندما يصلي الصلوات الأخرى غير هذه الصلاة يقرأ قراءة واحدة في الركعة الواحدة، يقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن، ثم يركع ركوعا واحدا، ثم يسجد سجدتين، ففي كل ركعة قراءة وركوع وسجدتان. أما صلاة الكسوف فإن طريقتها أن يقرأ، ويسن التطويل في القراءة ثم يركع بعد ذلك، ويسن التطويل في الركوع ثم يقوم ويستأنف القراءة مرة ثانية، ولكن دون القراءة السابقة، ثم بعد ذلك يركع ركوعا ثانيا دون الركوع الأول، ثم يسجد سجدتين، فيكون في كل ركعة من الركعتين يصلي ركعتين، في كل ركعة من الركعتين قراءتان وركوعان وسجدتان. هكذا يفعل في صلاة الكسوف كما جاءت السنة. والخطبة شرع اختلف فيها هل هي مشروعة أو لم تشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات قصيرة إثر صلاة الكسوف. قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت بشر ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. هذا قاله عليه أفضل الصلاة والسلام إثر ما اختلج في نفوس بعض الناس وعبروا عنه بألسنتهم، أن كسوف الشمس يومئذ كان بسبب موت ابنه صلى الله عليه وسلم إبراهيم. فإنه يوم توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، وقال إثر ذلك هذه الكلمات. فبعض الناس استظهر من ذلك مشروعية الخطبة، وبعضهم قال بأنه لا تشرع الخطبة، إنما هي مجرد صلاة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قاله في ذلك الوقت إثر صلاته، لا على أساس الخطبة ومسنونيتها، ولكن من أجل تفهيم الناس بالحقيقة التي التبست عليهم. فبما أنه خامر أذهان الناس أن كسوف الشمس كان بسبب المصاب الذي حل بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ رزع عليه صلوات الله وسلامه عليه بثمرة من ثمرات فؤاده وفلذة من أفلاذ كبده، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبين له أن نظام الكون لا يتأثر بسبب موت أحد ولا حياة أحد، فالنظام هكذا جعله الله تعالى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل يسابق النهار، وكل في فلك يسبحون، فلا أثر لوفاة أحد ولا لحياة أحد في نظام هذا الكون من حيث ما جعله الله تبارك وتعالى فيه من سننه. فإذا على الناس أن يلجأوا إلى الله عز وجل على أن الكسوف ظاهرة من الظواهر الطبيعية في الكون، وعندما تظهر هذه الظاهرة على الإنسان أن يذكر الذي سن هذه السنن وأبدع هذه الظواهر، وهو مبدع الوجود سبحانه وتعالى وحده، فلذلك يتصل الإنسان بربه. فقد يجد الإنسان في نفسه شيئا من القلق
بسبب حدوث هذه الظواهر، إلا أن لجوءه إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة يسكن هذا الانزعاج. ما شاء الله. السؤال عجيب. السائل يقول: لماذا كسرت الكاف في كلمة مالك، مع العلم أننا إذا أردنا اسم الفاعل من ملك نقول مالك، ما في كل موضع نقول مالك؟ إذا كان العامل عامل رفع نقول مالك، وإذا كان الرافع عامل عامل نصب نقول مالك، وإذا كان العامل عامل جر نقول مالك. فالعامل هنا عامل جر، ليس هو عامل رفع حتى نقول مالك. الأسماء تختلف أواخرها باختلاف العوامل الداخلة عليها، لأن الإعراب وتغيير أواخر الأسماء بسبب العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً أو تغيير أواخر الكلمات، أي الكلمات المعربة وهي الأسماء، وفعل المضارع هو الذي يتأثر بالعوامل بسبب العوامل الداخلة على تلك الكلمات لفظاً أو تقديراً. هذا الحديث الذي يسأل عنه السائل، حديث العباءتين الشامية واليمانية، ولم أطلع له على سند، فالله تعالى أعلم به هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.